استقبلنا حال طفل السنباني عمره 8 سنوات أصيب بطلق ناري في الرقبة واستقرت سنتيمتر واحد بعيد عن القلب، والحمد لله وصلنا المصاب وعملنا له الإجراءات اللازمة، عملنا له استرواح للصدر لأن الجهة اليمين الرئة كانت فيها استرواح، وعملنا له شست درين في اليمين وشست درين في اليسار أيضا، وعملنا استقرار كامل للحالة، وحسب التوجيهات العليا قمنا بنقل المصاب بالإخلاء الجوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة لاستكمال العلاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، علاج أول شيء طبي وبعدين إن شاء الله بيكون في علاج نفسي وتأهيل نفسي للطفل إن شاء الله.